بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم ما بعد، اليوم لدينا مادة النحو، ونبدأ من حيث توقفنا. وتوقفنا عند تقديم الخبر وتأخيره، وبالتحديد عند قول ابن مالك عن الخبر وتقديمه: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، وكان مسندا لذي لام ابتدى أو لازم الصدر كمن لي منجدا. إذن الخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عن المبتدأ. أيضا ينقسم الخبر ثلاثة أقسام: قسم التأخير فيه جائز، والتقديم فيه أيضا جائز. قسم يجوز فيه التقديم ويجوز فيه التأخير، وهذا الذي ذكر من قبل. القسم الثاني: الخبر فيه يمنع تقديما. القسم الثاني يجب فيه أن يتأخر الخبر عن المبتدأ. أما القسم الثالث، فإن تقديم الخبر فيه على المبتدأ واجب. فإن تقديم الخبر فيه على المبتدأ واجب. أي نعم، فإن تقديم الخبر فيه على المبتدأ واجب. وبهذه الأبيات أشار ابن مالك إلى الخبر الذي يجب أن يتأخر عن المبتدأ. أشار ابن مالك إلى الخبر الذي يجب أن يتأخر عن المبتدأ. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله خمسة مواضع يجب فيها أن يتأخر الخبر عن المبتدأ. الموضع الأول: إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، أو كان كل من المبتدأ والخبر نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. إذا لم يكن ثمة مبين يبين المبتدأ من الخبر. وهذا الذي أشار إليه بقوله: فامنعه، أي منع تقديم الخبر على المبتدأ حين يستوي الجزآن، حين يستوي المبتدأ والخبر، بأن كان معرفين أو كان منكرين تنكيرا يصلح لجعلهما الاثنين مبتدأ. إذا لم يكن ثمة مبين يشير على أن المبتدأ مبتدأ والخبر خبر. مثال ذلك قولكم: زيد أخوك، زيد أخوك، فزيد معرفة وأخوك معرفة، وكلاهما صالح لأن يكون مبتدأ.
ولا مبينة. وأيضا قولهم أفضل من زيد أفضل من عمرو، أو أفضل من زيد أفضل من عمر، أفضل من زيد أفضل من عمر. ففي هذه الحالة لا يجوز تقديم المبتدأ على الخبر، وأيضا يمنع تقديم المبتدأ في هذه الحالة لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، وأيضا يمنع تقديم الخبر على المبتدأ فيما شابه هذا. ولكن لماذا؟ لأنك لو قدمت الخبر فقلت أخوك زيد، أو قلت أفضل من عمرو أفضل من زيد، لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا. ولا دليل يدل عليه. فلو وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر وأن المتأخر مبتدأ لجاز، كقول بعضهم أبو يوسف أبو حنيفة. فجملة أبو يوسف أبو حنيفة يجوز فيها التقدم الخبري وهو أبو حنيفة، لأنه من المعلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومن هذا قول أحد الشعراء وقد نس في هذا البيت: بنونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وهذا البيت يذكر أنه للبرزدق، في أحد الأقوال. فقوله بنونا خبر مقدم، وقوله بنو آبائنا مبتدأ مؤخر. فمعلوم أن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني آبائهم. ثانيا، يمنع أيضا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، مثل زيد قام. ففي قام ضمير مستتر تقديره هو، فاعل. والجملة من قام وفاعله خبر عن زيد، فإذا لا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخر والفعل خبر مقدم. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله: كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا.
بل يكون زيد إذا قدمنا قام يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون هذا من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه لجاز التقديم، فعندئذ يمكن أن نقول قام أبوه زيد، والخلاف في هذه المسألة قد تقدم ذكره. أي نعم، أي نعم. وكذلك يجوز التقديم، تقديم الخبر على المبتدأ إذا عرف، كما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا رفع الفعل اسما ظاهرا، كما يجوز هذا كذلك يجوز التقديم، تقديم الخبر على المبتدأ إذا رفع الفعل ضميرا بارزا. وذلك نحو الزيدان قام، فيجوز أن نقدم الخبر فنقول قام الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخر وقام خبر مقدما، على أن هذه الطريقة منعها القوم. ونحن إذا عرفنا هذا فإن قول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعل مطلقا، ولكن ذلك ليس محل اتفاق بين النحويين، إنما يجب تأخيره إذا رفع الفعل ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم في نحو زيد قام، بشرط أن يكون مستترا. ثالثا، أن يكون الخبر محصورا بإنما، مثل إنما زيد قائم، أو محصورا بإلا، مثل ما زيد إلا قائم، وهذا هو المراد بقول ابن مالك أو قصد استعماله منحصرا. فإذا قصد استعماله منحصرا فإنه عندئذ لا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. فإذا قلنا إنما زيد قائم فإنه لا يجوز تقديم قائم على زيد، فلا نستطيع أن نقول إنما قائم زيد، لأنه قصد استعمال الفعل منحصرا. وقد جاء التقديم مع إلا لكن شذوذا، وذلك كقول أحد الشعراء فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. يقال أن هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، والكميت شاعر مقدم يقال أنه عالم بلغات العرب خبير بأيامها، ويقال أنه أحد شعراء مضر المتعصبين على القحطانية، ويقال أن هذا البيت من قصيدة له ضمن قصائد سماها الهاشميات، قالها في مدح بني هاشم، وأولها ألا هل عمن
في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟ إلى أن قال: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. والشاهد في هذا البيت هو قول الشاعر: بك النصر وعليك المعول، حيث قدم الخبر المحصور بإلا في الموضعين شذوذا، وقد كان من حقه أن يقول: هل يرتجى النصر إلا بك، وهل المعول إلا عليك. إذن الأصل: وهل المعول إلا عليك، وهل يرتجى النصر إلا بك، ولكنه قدم الخبر. رابعا، يمنع أيضا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر خبرا لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء. فإذا كان الخبر خبرا لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، فإن تقديم الخبر عندئذ يمتنع. وهذا الذي عناه ابن مالك رحمه الله بقوله: أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أي إذا كان الخبر خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء فإن تقديم ذلك الخبر يمتنع عند اللغويين. فلا يجوز تقديم الخبر على لام الابتداء، فلا يقال قائم لزيد، لا يقال قائم لزيد، ولكن يبقى الترتيب كما هو معهود عند اللغويين: لزيد قائم، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء تقديم الخبر على مبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، قد جاء تقديم الخبر على مبتدأ دخلت عليه لام الابتداء شذوذا، كقول أحد الشعراء: خالي لأنت ومن جرير خاله ينلي العلياء ويكرم الأخوال. خالي لأنت ومن جرير خاله ينلي العلاء ويكرم الأخوال. وفي هذا البيت ثلاثة شواهد للنحاة. الأول في قوله: ينلي العلاء، ينلي العلاء، فإن هذا فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، وقد كان من حقه أن يجيء به الشاعر مرفوعا فيقول: ينال العلاء، ولكنه جاء به مجزوما فحذف عين الفعل كما تحذف في لم يخف. والحامل له على الجزم تشبيه الموصول بالشرط كما شبهه الشاعر به، حيث يقول: كذاك الذي يبغي على الناس
ظالما تصبه على رغم عواقب على رغم عواقب ما صنع. الشاهد الثاني في قوله ويكرم الأخوال، فإنه تمييز على ما اخترناه. وهذا أيضا دليل للكوفيين الذين يرون جواز مجيء التمييز معرفة، لأنه جاء به معرفة. والبصريون لا يرون أن التمييز يجيء معرفة، وإذا جاءت فيه أل يقولون أل زائد. الشاهد الثالث وهو الذي من أجله ذكر البيت، الشاهد الثالث في قوله خالي لأنت، خالي لأنت. الشاهد الثالث وهو المراد هنا في قوله خالي لأنت، حيث قدم الخبر مع أن المبتدأ متصل بالأمر الابتدائي. لأنت، أنت مبتدأ ودخلت عليها الأمر الابتدائي فقال لأنت، ثم بعد ذلك قدم الخبر خالي. فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم، هذا الشاذ. الخامس أن يكون المبتدأ الخامس من الموضوعات التي يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، ويكون المبتدأ كذلك إذا كان كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا. فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ففي مثل هذا لا يجوز تقديم الخبر على من، فلا يقال لي من منجدا. وإلى هذه الجزئية أشار ابن مالك بقوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا. فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ومن طبعا هنا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام فلا يصح تقديم الخبر هنا. إلى هذه الأقسام الخمسة أشار ابن مالك بقوله في منع تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، أشار بقوله رحمه الله فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. وإلى هنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.